أحب أعرفكم بنفسي، أنا عاصم سنجاري مدير مكتب نجاتي الفيومي اللي هو الراجل ده، ودي مراتي حبيبتي، بحب مراتي قوي قوي، ودي بنوتي، ودي هوي هوي. أنا راجل رياضي جدا، أسرة صغيرة تساوي حياة. ايوه انا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري. ولا قال لي ان عنده ابن عم اسمه حككو؟ حككو؟ لا هي تقصد حنكو. ايه حككو؟ هي بتهزقنا ولا ايه؟ لا يا سيدي، امال ايه حككو؟ اعذرها يا الاسم البيئي. حضرتك المدام؟ لا انا مش المدام، عندي فودكا وشامبين. ده ايه عيالك دول ولا مين دول؟ عندي 5 ولاد وامهم وقع عليهم سقف البيت ماتوا غرقانين. فكرتيني بالمصيف، رمشك خطفني من اصحابي. قول اذا ليس هناك قضية يا سيادة الرئيس. انت تعرف ايه عن حياة النفوس؟ انا حياة النفوس تلعبوا بيها؟ لو ليك يد في الموضوع ده هقطعها. الفلوس، الفلوس بتهدي النفوس. مفيش فلوس بعيد عنك، في ناموس. ولا حد واخد باله مني، انا وراهم لحد ما ادخلهم العشه. لك تبقى وراء الشجر يا حبيبي، دخلك عود.